انطلقت فعاليات البطولة العربية لكمال الأجسام واللي بيتم إقامتها بمشاركة 15 دولة عربية. البطولة بتقام على أرض اسكندرية. شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الوفود وممثلين عن الاتحادات العربية المشتركة بالبطولة. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة معانا على تليفون دكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا محمد، وصباح الخير لجمانة، وصباح الخير لمصر. يا أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن أهم الفعاليات اللي كانت موجودة في حفل انطلاق البطولة. والله البطولة بدأت أول أمس بتسجيل اللاعبين والأوزان والأطوال الخاصة باللاعبين، وده خد كل اليوم أول أمس. أمس تم افتتاح البطولة الساعة 9 صباحا بحضور الوزير المحافظ اللواء محمد طاهر الشريف، راجل محترم جدا وراقي جدا ومحب لبلده جدا ومحب للإسكندرية جدا، ولم يتأخر في تقديم كل الدعم ليا والاتحاد المصري عشان نقيم هذه البطولة العظيمة في إسكندرية. شارك في البطولة 14 دولة بسم الله ما شاء الله، برغم يعني الكلام بتاع الموجة السادسة ومش عارف ايه، لكن الدول بتعشق مصر وبتحب اسكندرية، وعشان ما عشان كده مصر هي لؤلؤة الشرق، وان شاء الله دايما اسكندرية تجتاز المحبين. البطولة طبعا نظمت على اعلى مستوى وقيمت في احد اكبر الفنادق في الاسكندرية. البطولة امبارح كانت مميزة جدا وكان في تنافس كبير جدا. شارك في البطولة حوالي 420 لاعب. لأول مرة البطولة حققت أرقام قياسية جديدة. أول حاجة إن رئيس الاتحاد الدولي دكتور رافائيل سانتونكا حضر، 5 حكام من أوروبا لضمان الحيادية التامة، كروت احتراف وصلت 16 كرت احتراف. لأول مرة في بطولات عربية في مكافآت مالية قدموها الرعاة اللي كانوا مسؤولين عن البطولة، كل ميزان الأول 15,000 جنيه، الثاني 10,000 جنيه، الثالث 5,000 جنيه، يعني تميز غير عادي الحمد لله. طيب دكتور عادل، خلينا نعرف من حضرتك أبرز الدول المشاركة، وأيضا يعني ليه تم اختيار محافظة الإسكندرية تحديدا لإقامة فعاليات البطولة؟ طيب طبعا البطوله فيها عدد كبير جدا من الدول، فيها مصر والجزائر و اللهم صل على النبي وعمان والبحرين والسعوديه والسودان، يعني مش عايز انسى اسامي لان طبعا هم 14 دوله عدد كبير. ليه اسكندريه؟ لان في نفس هذا الفندق الكبير أقيم من سنتين اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي، وشرفني بالحضور معالي الوزير المحافظ محمد طاهر الشريف، وقد إيه هو كان متعاطف مع البطو، كانوا بالصدفة 15 دولة، فكان متعاطف معهم وكان في ود كبير قوي بينه وبينهم، وكان بينزل وسطيهم بعد ما خلصنا بنود الاجتماع الجمعية العمومية، وأصبح بينه وبينهم ود كبير. فكن أنا يعني احتفظت وشرفت أن أنا احتفظت بصداقتي بسيادة الوزير المحافظ، وفي أحد زياراتي الأخرانية دايما كنت بعرفه أخبارنا إيه، وعرفته أن إحنا بصدد تنظيم البطولة العربية، قال لي لا في اسكندرية. وطبعا قلت له يعني مين يرفض اسكندرية؟ الحقيقة راجل نادي تيجي لينا وراجل قائد مصري جميل، واحنا شرفنا ان احنا نظرنا البطوله في اسكندريه، بالاضافه الى ان كل العرب بيعشقوا اسكندريه. طيب هل يا دكتور عادل هي ليها ميعاد ثابت سنويا؟ لا ثابت لا. يعني سنويا ثابت لا، يعني اللي عاوز ياخد البطوله مثلا نفترض المغرب عايزه تاخد البطوله تعملها في الشهر اللي هي عايزاه. هو بيتفق مع مجلس اداره الاتحاد العربي اللي انا بتشرف برئاسته وبنحدد، لكن ميعاد ثابت لا، بطوله سنويه. طيب دكتور عادل، ممكن تقول لنا برضو مين ابرز الجهات القائمه على تنظيم وترتيب فعاليات البطوله؟ ايه دور المحافظه في دعم هذه البطوله؟
طيب هو بدء زي بدء، احنا عندنا اثنين رعاة، انا مش هقول اسم الشركه لان طبعا ما ينفعش يعتبر اعلان، لكن هم اثنين رعاة، كريم عبد الرحمن واحمد عبد العزيز. كريم عبد الرحمن رئيس مجلس اداره الشركه له كل الشكر، واحمد عبد العزيز بطل من ابطالنا، وهم مقاطعين كل التكلفه الماليه الخاصه بالبطوله، بالاضافه للرعاه اخرين بيقدموا هدايا للابطال. معالي الوزير المحافظ يصل لنا حاجات كثيره جدا، يصل لنا تفاهم مع الفندق على اقامه البطوله ودون اسعار خاصه، نظم لنا اتوبيسات مكيفه لانتقالات الفرق، لان احنا مش عايزينها تبقى بطوله رياضه بس، عايزينها تبقى بطوله ثقافيه فنيه. وفر لنا ان شاء الله النهارده في فرقه فنون شعبيه كبيره هتقدم شويه عروض في حفل الافتتاح. رتب لنا وجوده معانا الدائم مشكورا برغم اعدائه الكثيره. وفر لنا الامن والامان من ساعه ما بيطلع الضيف من المطار وفي الباص بيبقى منتظر، عربيه النجده بتبقى موجوده للتامين، موجودين 24 ساعه. وفر لنا سيارات اسعاف، وفر لنا حاجات كثيره علشان ما ننساش. فهو يعني الحقيقه نعم المحافظ ونعم الصديق. عظيم يا دكتور، اذا كل حاجه معمول حسابها. شفنا حفل الافتتاح حاجة مبهرة، في فعاليات باستمرار، استقبال للضيوف وتسكنهم في الفنادق في اسكندرية، والاستعدادات تمت بالفعل لاستقبال هذه البطولة. نقطة تانية غاية في الأهمية، كان نفسنا تكون معانا يا محمد. والله أنا اللي اتشرف بوجودي مع حضرتك والله، وإن أنا أكون حاضر لفعاليات هذه البطولة. عايزين نتكلم بقى عن أبطالنا، أبطال مصر المشاركين في هذه البطولة، إزاي بيتم تأهيلهم؟ والله أبطال مصر يعني مصر لعبة كمال الأجسام. مصر احنا مسجلين في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، احنا بطولة العالم بتتعمل مرة كل سنة بس دي لها ميعاد ثابت اللي هو الأسبوع الأولاني من نوفمبر. مصر خدت أول العالم 13 مرة، وخدت منهم 9 سنوات كونسيكتيف ورا بعض، ودي ما حصلتش قبل كده. فمصر لها دور كبير جدا في كمال أجسام، الجينات المصرية مرتبطه تماما بلعبه كمال الاجسام. فمصر بحها كبير ومصر تاريخها كبير، وزي ما قلت لحضرتك احنا مسجلين في موسوعة جينيس لنتائج مصر في بطولات العالم. طيب دكتور عادل، خلينا نطمن بقى من حضرتك على ابطالنا، بما ان احنا لينا باع طويل طبعا في هذه الرياضه، عايزين نعرف من حضرتك ازاي بيتم اعداد الابطال وتاهيلهم لهذه البطوله او لاي بطوله حتى دوليه اخرى. هو احنا من حسن حظنا ان احنا في اتحاد كمال الاجسام مفتتين السلطه. يعني مش عادل فهيم هو رئيس الاتحاد يعمل كل حاجه، لا، عادل فهيم مع مجلس اداره، ومجلس الاداره كل واحد فيهم له رايه اللي يفيد مصر. عندنا 24 مجلس اداره في كل محافظات مصر، فلعيبه كمال اجسام كتير، ولعيبه كمال اجسام الابطال كمان كتير قوي، فلا نستطيع ان احنا نجمعهم في مكان سنترال الا قبل البطولات الكبيره. فكل لاعب مشارك، في احنا عندنا مثلا بتاع 300 لاعب مشارك او اكثر من 300 لاعب من مصر مشاركين. كل اللاعبين اللي هم بيتم اعدادهم بمعرفه قوام مجلس الاداره اللي موجود في المحافظه بتاعتهم، وكل محافظه عندنا فيها مدرب لمنتخب مصر. فهم كلهم بيستعدوا من فتره، ويعني واضح ان هم في اكتساح للبطوله ان شاء الله بالنسبه لابطال مصر. اكتساح البطوله ده ما كانش همي، انا همي كان ان الضيوف يصلوا بكل سلامه ويستمتعوا بمصر ويرجعوا سالمين غانمين محملين بالذكريات الجميله، وبعد كده تاتي النتائج كما تاتي. لكن هو الحقيقة يعني اللي ظهر امبارح وهيتم النهارده ان اغلب الميداليات الذهب تقريبا رايحة لمصر، وابرز المنافسين الجزائر خدوا برضه ميداليتين ذهب، حاجة كبيرة قوي، والسعودية برضه حققوا نتائج، وعمان حققت نتائج، وانا اتمنى ان كل الدول العربية ان شاء الله تحصل على ميداليات. دكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الاجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الايضاحات.